أنا هانية، ولا تصورون المقطع اللي اشتغل معناها موضوعي له علاقة ببرامج الأطفال. الموضوع بعيد البعد عن هذا. أنا اختاريت هالمقطع حتى أشوف شنو أثر بيك وبيها وبي وبينا كلنا. أوقف ذاكرتنا؟ ذكركم بأيام الطفولة؟ من سمعته ذكرت عيون إخوانك؟ ضحكات أصدقائك وصينية الشاي والكعك اللي تجيبها أمك وقت قعدتكم على التلفزيون؟ من بينا ما من يسمع أغنية عن الوطن وهو بالغربة وما تدمع عيونه وما يشتم ريحة السمك المشوي وخبز التنور؟ من بينا ما من يسمع أغنية عن الأم وأمها متوفية لو ما يقدر يوصل لها وما يشتهي يلمها ويبوس تراب رجليها؟ من بينا ما من يسمع أغنية كان يسمعها وهو يحب وما يتذكر حبيبة أو حبيبته؟ يعني إحنا إذا كانت الموسيقى بينا هذا تنشط ذاكرتنا، ليش ما نستخدم هالميزة لناس هم أحق من عندنا فعلا يحتاجون إنه تنشط ذاكرتهم؟ ما أعرف عرفتوهم هالناس لو لا، بس للأسف هم فئة شبه مهملة بمجتمعنا، هم مرضى الزهايمر. هذا اللي نريد نسويه، أريدهم من يسمعون موسيقى يتذكرون أحداث أسماء أماكن. زين أنا شلون أقدر أساعدهم؟ وأنا كمبرمجة أو مصممة تطبيق موبايل شلون أقدر أساعدهم؟ بدأت القصة من لما كنت أدرس الماستر في بريطانيا في جامعة سوانزي تحديداً في بحثي بحث التخرج لنيل الماستر. قبل هالفترة أو أثناءها شفت فيديو لمصاب بالزهايمر وصل إلى مرحلة عدم النطق، والقلق اللي أصاب أهله خلاهم يلتفتون إلى جميع الوسائل ومنها إنه يجيبون ميوزك ثيرابيست اللي هو المعالج بالموسيقى إلها تأثير في نفسه يومية يسمعها نفسها. بالبداية كان ما يبدي أي تفاعل، يعني لا يشأش ولا يحرك ولا حتى عيونه، إلى أن وصل إلى يوم من الأيام قام يحرك براسه، قام يحرك شفايفه، يعني أكو خطوة. بعد فترة من العلاج اليومي إلى مرحلة نطق بيها كلمات الأغنية، وكان الحدث الأسعد بين أهله وأصحابه. قلت لازم أوصل، هالناس تستحق. قلت أسوي تطبيق. زين ليش الموبايل يفيد؟ أولاً ليش؟ لأنه جلسات العلاج في الموسيقى حتى في بريطانيا هي قليلة، يعني مرة بالشهر أو مرتين. لأنه شركات البرامجيات للأسف شبه الفئة ما صممت تطبيق موبايل خاص لكبار السن هاكي نقاط ضعفهم، وبالنتيجة ما صممت حتى لذوي الاحتياجات الخاصة ما عدا القلة القليلة. حتى أبدي أسوي تطبيق موبايل لازم أتبع أسس تصاميم التطبيق. هي بالبداية لازم أفهم المستخدم، يريد يحتاج ايش يقدر يسوي ايش ما يقدر يسوي. وبدت بزيارة المراكز الصحية او التجمعات اللي محتضنة مرضى الزهايمر في بريطانيا في مدينة سوانزي، اتوجه لهم لانه لو ديمنشيا داي كلابس ولو ما الزهايمر سوسايتي سبيشلي سينجينج فور برين كان ما قدرت أحتوي الموضوع، كان ما قدرت أقعد وياهم وأشوف شلون أقدر أوصل لهالناس وأعرف
يعرف شنو يفيدهم. من خلالهم كونت القائمة اللي هي باللغة الإنجليزية لمجموعة من الأغاني اللي جدا مشهورة في بريطانيا. يعني لازم على الأقل إنه المريض يعرف 5 إلى 6 من الأغاني الموجودة بالقائمة العربية أو العفو الإنجليزية. أما القائمة العربية ما دام ذكرتها فهي حسب ظرفي هناك كانت لتجربة التطبيق على الأصحاء من الناس قبل تجربته على المرضى، فكانت عبارة عن مجموعة من الأغاني اللي تمس الوطن، الأم، الغربة والحبيب. بعد شنو سوينا؟ سوينا قائمة للمفضلات، يعني بدل ما يضطر المريض يسمع كل قائمة الأغاني فالأفضل إنه يخلي له قائمة بها بس مفضلاته فيسمع منها، طبعا بمساعدة المعيل اللي هو لازم كل مريض زهايمر إلى معيل. بعد قائمة سويتها لحدث كان عن طريق طلب أحد المعيلين، سولفت لي قصة أختها اللي تحب تسمع الموسيقى لما تريد تنام، وهي كمعيل وكشخص عنده التزاماته هم تتعب وتريد تروح تنام. فاتفقنا إنه أسوي لها تايمر بحيث توقته تبقى المريضة تسمع حتى لو غفت راح يطفى التطبيق وحده. هذا راح يوفر علينا شغلتين، إنه ما يبقى المسجل مشتغل للصبح أغاني والناس نايمة، وكذلك توفير الطاقة إذا كان عن طريق الموبايل، بالإضافة إلى قائمة هيلب اللي موجودة بكل تطبيقات سواء الويب أو الموبايل حتى ترشد المستخدم عن كل تفاصيل التطبيق. هذه نبذة بسيطة عن شلون بدأ النموذج البروتوتايب. بدأ حبر على ورق، شخابيط نسميها، بس هي فكرتي على ورقة. بعدها كانت الفكرة لازم تروح وين؟ تروح للحاسبة. طلع التصميم هذا حتى أناقشه ويا أصدقائي اللي هم مصممين المفروض مع أساتذتي حتى ينقدونه، وحصل من النقد نقطة إيجابية. غيرنا اللون لأن اللون مزعج، غيرنا شكل الكليكات، غيرنا الكتابة إلى أن وصل إلى شكل مريح للأغلبية اللي هو هذا. هذه عبارة عن 3 واجهات الرئيسية والقوائم. بعدها قلت أنا المريض عنده قصور، يعني ما يتذكر مثلاً إذا يريد يسمع الأغنية الثانية إنه يدوس كليك نيكست، ما راح يتذكر. شلون استفيد من التكنولوجيا وأوجهها أسحبها لصالحي ولصالحة؟ أتصور كلنا انبهرنا من إجت التكنولوجيا اللي هي بال التلفزيونات الذكية، يعني يقدر المستخدم يغير القناة لما يلوح بيده ويرفع الصوت وينزله. جبنا هالميزة لمنطقتنا، هذا نسميه بعلم الحاسوب Naturalistic User Interaction، يعني تفاعل تلقائي للمستخدم مع الجهاز. شلون؟ أبدي من نفسي، أنا هانية لما تندمج ويا أغنية أظل أسوي ضربات على الجهاز، يم الجهاز، على الطاولة، دليل على اندماجي للأغنية. أستخدم هاي الطريقة واستفيد من سنسر الإكزلوروميتر اللي موجود بكل أجهزة النقال اللي هو متحسس الاهتزازات. فاللي صار إنه سويت فد وضع افتراضي إنه هذا جهاز الموبايل، هاي الإنسان المندمج يسوي ضربات عليها، ينتقل الاهتزاز إلى الأكزلوروميتر. دليل على شنو؟ على إنه المريض وياي باله مندمج جاي يتذكر. لما يسرح كطبيعة بشرية حيتوقف عن الضربات، من يتوقف بعد 5 ثواني مبرمج إنه يتحول إلى الأغنية اللي بعدها وبصوت مختلف وبنغمة مختلفة، راح يتحول مباشرة إلى التراك اللي بعده ويرجع يشد لانتباه المريض. فكرة حاولت بيها، واجهت هواي صعوبات بس تنفذت. هذا الفيديو
من توقفت تحول على الأغنية اللي بعدها مثلا. إذن عندي ككمبيوتر ساينس اشتغلت، يبقى أشوفها تأثيرها على الناس. انطينا التطبيق للمرضى ببيوتهم، وبعد فترة، وطبعا فترة من أقول يعني شهرين ثلاثة، لأنه العلاج بالموسيقى كأي علاج طبيعي ما يبين تأثيره مباشرة على الناس، يعني يحتاج وقت أنه يبدي يبين. اتصلت بابنة أحد المرضى أطمن على والدها، لأنه صارت بينهم وبيني علاقة اجتماعية، وأسألها شنو اللي صار ورا ما استخدم والدك جهاز أو التطبيق العفو. قالت أولاً صار أكو فد شي جديد بحياته، يعني تطبيق إله ونقال بيده، هذا وحده غير نفسيته. شغلة ثانية هي الأهم، إنه بدأ يحكي بفترات زمنية ما كان يسولف بيها أو يذكرها قبل، وهم تشجعوا وياه، ظلوا يسألونه ايش ذكرتك؟ وين وصلتك؟ تتذكر من صار هيك شيء؟ هذا كله حتى شنو؟ حتى ننشطها للذاكرة، نوصل للمنطقة اللي احنا نريدها. طبعا تدريجيا وبمرور الوقت اتمنى انهم هسه بافضل حال. من ضمن الامور الاخرى، الاكتشافات اللي احنا نسميها unexpected finding، يعني سويت التجربة على مريض الزهايمر وعلى المعيل حتى اعرف انه يقدر يستخدمه ويشغله. كانت النتيجة، نتيجة التجربة، انه واحدة من المرضى نتائج استخدامها افضل بكثير من اختها اللي هي تعيلها. ظليت اسولف حتى اعرف، لان هاي اغرب حالة، انه يعني البقية كلهم المعيل يستخدم افضل من المريض. فردت اشوف ليش. قالت لي انه حياتها قبل ما تتضرر بمرض الزهايمر او تشخص كانت ضاجة بالتكنولوجيا. يعني شلون؟ يعني اولادها اول ما ينزل موبايل يجي بيدها احدث واحد تعرف تستخدم، كموظفة كانت تعمل على اللابتوب يعني تعرف، يعني حتى الاشارات العلامات الموجودة بداخل التطبيق عرفتها، يعني ضافت لقائمة المفضلات بدون ما أعلمها، مع أنه البقية المعيلين ساعدوهم. يعني شنو؟ يعني الطبيعة البشرية أو الإكسبيرينس اللي هي خبرة الإنسان ما تأثرت بمرض الزهايمر. أحكي لكم قصة ثانية؟ التقيت بيها وقلت لها أثناء اللقاءات، كانت واحدة منهم تحب كيك الليمون، فأنا يعني تقصدت لما تصير التجربة أريد أوخر السترس، أريد أحسسها بالقرب، رحت تعنيت واشتريت لها. طبعاً هي ما ناسية أنه هي تحب كيك الليمون، ناسية هانية منه، سألت أختها منه شنو جاي نسوي. إذا أنا أحب شيء ما أنسى، إذا أنا أحب شخص ما أنسى، ما يأثر عليها مرض الزهايمر. بعد شغلة أريد أجاوبكم عليها، راح تقولون هانيا سوت التطبيق وفق هي طبيعتها البشرية، يعني أنت من السمعين الأغنية دندن سوين ضربات يم الأغنية، أنا يجوز دندن. إذا أنت تدندن أكو حل إن شاء الله بالحالة أو بالنسخة المحدثة من التطبيق، راح نسوي voice recognition يعني تمييز أصوات، فيسجل لما المريض يغني ويا الأغنية يطابق الكلمات بكلمات الأغنية الموجودة، إذا نفسها تبقى الأغنية مستمرة، إذا مختلفة يحول على التراك اللي بعده، مع الاحتفاظ طبعاً شنو بالخاصية الأولى، ويا ريت لو نطور بيه بعد أكثر. اللي ردت أوصل له، هل أنا وصلت الفكرة لكم؟ هل راح ترجعون وتلتفتون؟ يمكن ببيتك أو جدك أو جارك تقولون كبير وخرف، لا ساعدوه، هذا إنسان تعب وربى وكبر ووصل. يا رب تكون الفكرة وصلت للمجتمع، وأتمنى أنه الجميع بخير وصحة وعافية وسالمين، وتحياتي.